بنيت سرية لأنها تسري ليلا في خفية لئلا يعلم الأعداء فيحذروا أو يمتنعوا. وقيل سميت سرية لأن أفرادها يكونون خلاصة العسكر وخيارهم، مأخوذ من الشيء السري النفيس، وفي الحديث يرد متسريهم على قاعدهم. ومعنى الحديث أن الإمام أو أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلى بلاد العدو، فإذا غنموا شيئا كان بينهم وبين الجيش عامة، لأنهم ردء لهم وفئة. فأما إذا بعثهم وهو مقيم فإن القاعدين معه لا يشاركونهم في المغنم، وإن كان جعل لهم نفلا من الغنيمة لم يشركهم غيرهم في شيء منه. وقال عند كلامه عن مادة الباء والعين والثاء: بعثه يبعثه بعثا أرسله وحده، وبعث به أرسله مع غيره، فبعث أرسله وحده، وبعث به أرسله مع غيره، والبعث الرسول، والجمع بعثان، والبعث بعث الجند إلى الغزو. وقولهم كنت في بعث فلان أي في جيشه الذي بعث معه، والبعوث الجيوش. قال ابن حجر: والسرية قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وهي من 100 إلى 500، فما زاد على 500 يقال له منسر، فإن زاد على 800 يسمى جيشا، فإن زاد على 4000 يسمى جحفلا، فإن زاد فجيش جرار، والخميس الجيش العظيم، وما افترق من السرية يسمى بعثا. وقد تطلق السرية على العدد الذي يقل عن 5 عند بعض العلماء. قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: ولا بأس للإمام أن يبعث الرجل الواحد سرية أو الاثنين أو الثلاثة إذا كان محتملا لذلك، لما روي من أنه صلى الله عليه وسلم بعث حذيفة بن اليمان في بعض أيام الخندق سرية واحدة، وبعث عبد الله بن أنيس سرية واحدة، وبعث ابن مسعود وخبابا سرية. والذي روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبعث سرية دون 3 نفر تأويله من وجهين: إما أن يكون ذلك على وجه الإشفاق على المسلمين من غير أن يكون ذلك مكروها في الدين، وإما أن يكون المراد بيان أن من الأفضل أن لا يخرج أقل من 3 ليتمكنوا من أداء صلاة الجماعة على هيئتها، بأن يتقدم أحدهم ويصف الاثنان خلفه. والذي اصطلح عليه جمهور العلماء وأهل السير هو أن كل عسكر حضره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة فإنه يسمى غزوة، وما لم يحضره بل اختار بعضا من أصحابه فأرسلهم إلى أعدائه دون أن يكون معهم فإنه يسمى سرية وبعثا. وهذا هو الفرق بين الغزوة والسرية. وللعلماء أقوال متعددة في عدد الغزوات والسرايا التي تمت في العهد النبوي، والذي عليه أئمة المغازي كابن إسحاق وابن سعد والواقدي وغيرهم أن الغزوات التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تبلغ 27 غزوة. وقد مر ترجيح اللواء محمود شيط خطاب أنها 28 غزوة. قال محمد بن إسحاق: وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27 غزوة، هي غزوة ودان، وهي غزوة الأبواء، ثم غزوة بواط وبواط بضم الباء وفتحها، ثم غزوة بواط من ناحية رضوى،
ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع، ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر الفهرية وهي غزوة صفوان، ثم غزوة بدر الكبرى التي قتل الله فيها صناديد قريش، ثم غزوة بني قينقاع، ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب، ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر، ثم غزوة بحران معدن بالحجاز، ثم غزوة أحد، ثم غزوة حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم غزوة بدر الآخرة، ثم غزوة دومة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني لحيان من هذيل، ثم غزوة ذي قرد وهي غزوة الغابة، ثم غزوة بني المصطلق، ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركون، ثم غزوة خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم غزوة الفتح الأعظم، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك. ثم قال ابن إسحاق رحمه الله: وقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات هي بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. ويرى بعض العلماء أن عدد غزواته صلى الله عليه وسلم يبلغ 26، وقيل 25، وقيل 24، وقيل 21، وقيل 19، ويمكن الجمع على نحو ما قال السهيلي رحمه الله بأن من عدها دون 27 نظر إلى شدة قرب بعض الغزوات من غيره، فجمع بين غزوتين وعدهما واحدة، فضم لغزوة الأبواء غزوة بواط لقربهما، إذ الأبواء في صفر وبواط في ربيع الأول، وضم حمراء الأسد لأحد لكونها صبيحتها، وضم قريظة للخندق لكونها ناشئة عنها، وضم وادي القرى لخيبر لوقوعها في رجوعه من خيبر قبل دخول المدينة، وضم الطائف لحنين لانصرافه منها. فهذا ما يتعلق بغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عدد البعوث والسرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فيرى ابن سعد في طبقاته أنها تبلغ 47. وقد اختار اللواء محمود شيط خطاب رحمه الله هذا الرأي وقواه، وقال ابن إسحاق: كانت بعوثه صلى الله عليه وسلم وسراياه 38 بعثا وسرية. وقال ابن عبد البر رحمه الله: كانت بعوثه وسراياه 35، وقيل غير ذلك. ويبدو أن رأي ابن سعد هو الرأي الراجح، لأن المحصى بدقة وعناية للسرايا والبعوث التي تمت في العهد النبوي هو هذا أو قريب منه. فصلى الله وسلم على نبينا محمد ورضي